بلا جود ايفنينج بلا بطاطا. شوفوا هالفيتي بالحرب هن ربا وبالسلم هن ربا. بدكم الصراحة لا بتقولوا لي ليش تحكي كتير عن الشيعة؟ إذا ما في شيعة بالثورة بتبطل ثورة يا جماعة. أول ما بلشت الثورة كان حسان يحمل 9 دوليب كميان من السياح يجي فيهم رقد على رياض الصلح، يحرقهم، يرجع يطلع يقود مظاهرة قدام بيت السنيورة، يرجع ينزل يعمل مشكل مع مكافحة الشغب، ياخد 6 قنابل مسيلة للدموع يغسل وجهه ويكمل حياة عادي. على وقت الشيعة كانت الثورة أمبسي أكشن، بس فلوا الشيعة صارت الثورة على نيكولوديان. يعني أجوا لك جماعة الأنجي أوز وسيطروا على الموضوع، مع احترامي لكم يعني، بس عم بحكي منطقة اللي أنا اللي هن أصلا عايشين بهالكوكب. يعني أخذوا الثورة من لبنان على ديزني لاند. حدا لاحظ أنه الثورة صارت مثلا أوفر سلمية؟ يعني نحن مزبوط أنه سلمية بس أوفر أكشن، صارت تحرك لجماعة الكينوا والشوفان والبلاه. يعني صارت ثورة دايتيشن ولايف ستايل أكثر ما أنه هي ثورة مطلبية. يعني هال اللي بالسالع اللي بطل بده مكافحة الشغب حقيقة، هل بده صرصور أو كورتيلة بتفرطهم تجمع دغري؟ أي نعم نحن مع السلمية، أي نعم نحن مع الحفاظ على البلد، بس يا جماعة اسمه ثورة، اسمه واحد ساير مش واحد نازل يكزدر كمان. ما خلقتونا يعني ما كمان شيء منه. وبتيجي بتقول له واحد يا حبيبي في سلطة فاسدة هربت أموالها للخارج بتقوم تعمل لها أنت يوغا؟ يا أخي اعتبرني حمار أنا. سلطة فاسدة 30 سنة عم يسرقوا فيك وفيني بتقوم تعمل لها يوغا أنت؟ بنقول لك في زلمة سرق حاله عمشان ما لقى 1000 ليرة يعطيها لبنته، بتقوم تتجدب على جسر الرينج؟ نازلين تعملوا لي ساعة كيف يتجدب الواحد؟ أختي إذا تجدبت، ما أنا إذا ما تجدبت عايش وإذا تجدبت عايش، عم بفهم. أنا برأيي نعمل جدول أسبوعي يا جماعة عشان التحركات برعاية كمان تكون هلوكتي. بنعمل مثلاً التنان تاي مساج لاستعادة الأموال المنهوبة، التلاتة مديتيشن لمكافحة الرشاوي، الأربعة فري هاجز لرفض التدخل القرشي والهيجان، الخميس مندق بيانو على طريق عبد الله نسقط الرئيس. شو مفكرين مثلاً؟ مفكرين حالكم أنتم عم تتظاهروا ضد جندة؟ يا بني آدم هاد جماعة ميليشيات عملوا حرب أهلية 15 سنة وقتلوا 100,000 لبناني ورجعوا أجوا سرقونا وركبونا واغتصبونا 40 سنة ومن بعدها وأنت وجاي يعني مش عم بفهم. بعدها كنت تقولوا لي سلام داخلي وسلمية سلمية سلمية والسلام الداخلي بيعطي نيجاتيف فايبس. حمار أنا يا خي، أنا حمار، أنا زلمة حمار عندي ذهنان 24 دهنة. مش عم بفهم كيف كنت سقطوا هيك أنظمة وكيف كنت تغيروا. هل بدهم بعد على مواكبهم بنضولوا على خلقتهم هيلا هيلا هو على دهنتهم كل النهار؟ يعني مش عم بفهم. ما بدهم سلتو بلاج بقى اللي اطولات بيمشيش الحال، بيمشيش الحال. هاد جماعة بيفهموش الا بالابائب والصرامة. بالنهاية شعب لبنان العظيم ان ثورتنا في خطر، اما ان يعودوا الشيعة الى الشوارع سائرين كاحفاد تشي غيفارا، الله يستر على الكلمة، اما ان نترك الساحات للتلاتة بيز واخواتها وجلبوا ساعتها اسقاط النظام بالدانس ده سلام، بلكي بيمشي الحال. وملاحظة مهمة كتير، أنا يما قلت على الشيعة قصدي شيعة ودرزي وسني ومسيحة، إذا ما كلكم اتوافق يعني مثلا القوات بدهم ينزلوا والشيعي بده ينزل والدرزي بده ينزل والاشتراكي بده ينزل والمسيحية كلها بلبنان بدها تنزل، مش حدا داعم وحدا مش داعم غير هيك أنتوا والثورة ولا شيء مش حتحققوا. Good evening.